تنشب الحرب العالمية الأولى، أو كما أطلق عليها في ذلك الوقت الحرب العظمى، عام 1914. تخلف وراءها 9 ملايين مقاتل قتلى، بالإضافة إلى 7 ملايين مدني يلقون ذات المصير. تكون فترة أقل ما توصف به أنها فترة حالكة من عمر البشرية. On peut dire que la Première Guerre mondiale, avec toutes ses atrocités, et Breton, il était étudiant en médecine aussi, non? Et après, il a vu toute cette violence, toute cette atrocité qui se sont passées après la guerre. Il a dit, mais c'est ça que la modernité nous a conduit. Alors, il faut quelque chose d'autre. Et c'est aussi pour se rebeller contre une société française bourgeoise, plutôt traditionnelle, et de leur montrer l'autre face, non, de l'existence humaine, non, les zones abysmales. تعاني أوروبا كلها في ذلك الوقت من آثار الحرب المدمرة على كافة الأصعدة. مما يدفع الشاب أندري بريتون الذي ترك الطب وانفصل من بعده في عام 1921 عن الحركة الدادائية التي كان قد أنشأها تريستان تازارا في سويسرا، ليكون ذلك إرهاصاً قوياً على إنشاء تلك الجماعة الفنية والثقافية الكبرى التي سيشرع بريتون في تأسيسها بعد سنوات قليلة، لتكون تلك الجماعة الجديدة خير معبر عما يحدث في العالم قبل أن تندلع حرب عظمى أخرى بعد سنوات قليلة. En 1924, quand le premier manifeste du surréalisme est publié, Breton était encore assez jeune, mais peut-être on voyait déjà qu'il était assez visionnaire. Il y avait ce groupe du dadaïsme qui s'est formé en 1919, en Suisse plutôt, à Zurich. Et Breton faisait partie de ce groupe-là. Après, se séparer de ce groupe pour faire quelque chose de différent. Et là, il a réuni vraiment beaucoup de jeunes artistes et écrivains français autour de lui, Philippe Sopeau, Louis Aragon. Et ils ont tous ensemble, en fait, créé le manifeste du surréalisme. C'était pas vraiment un travail singulaire, mais collectif. في خلال العشر سنين يعني لاحقت سنة 24، أندري بريتون كان بيبني الحركة السريالية عن طريق باريس، من مركزية باريس. باريس في ذلك الوقت هي عاصمة الثقافة العالمية بامتياز. كل جديد في العالم الغربي لو لم يكن يخرج من باريس فهو على الأقل يمر من خلالها. لم تخض مصر الحرب العالمية الأولى بشكل رسمي، ولكن ذلك لم يعني أنها أيضاً لم تتأثر بها تأثراً كبيراً.
تندلع ثورة شعبية في مصر عام 1919 كنتيجة مباشرة لرفض إنجلترا تنفيذ وعودها بالجلاء عن مصر بعد الحرب. ولم يكن تأثير ثورة 19 على الحركة الفنية المصرية يقل بأي حال من الأحوال عن تأثير الحرب العظمى على مثيلتها في أوروبا. وليس أدل على ذلك التأثير من ظهور ذلك الشاب الصغير جورج حنين على مسرح الحياة الفنية والأدبية في مصر. جورج حنين نبتة يعني غير عادية في مصر وقتها. هو اتولد مع الحرب العالمية الأولى 1914، وكان أبوه اشتغل في وزارة الخارجية المصرية وقتها، اسمه صادق حنين باشا، وكان من عائلة سرية إقطاعية، تزوج من سيدة إيطالية وأنجب جورج حنين. نظرا لأنه كان دبلوماسي كان بيشتغل في خارج مصر في مدريد الأول، فكان جورج حنين طفل لما راح مدريد، فما كانش فيه مدارس يخشها عربية أو مصرية، بالتالي ما كانش يعرف عربي كويس، وكان بيعتمد في العربي على في اللغة العربية على معلمين في البيت يعني. منذ تلك اللحظة وفي بدايات النشأة والتكوين يبدأ تشكيل ذلك المواطن العالمي الذي سيكونه جورج حنين. بعد طفولة يتنقل فيها بين القاهرة ومدريد وروما، يحط الشاب حنين رحاله في باريس من أجل دراسة الحقوق في جامعة السوربون في البداية، ولكنه لا يكتفي بذلك ويتبعها بدراسة الآداب كذلك في ذات الجامعة. تكون شوارع باريس ومقاهيها خاصة المحيطة بمنطقة الجامعة العريقة تعج بالأفكار الثقافية والفنية الجديدة والساخنة الخارجة من أتون التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يغلي بها العالم في تلك اللحظة. لا يدخر حنين وسعاً في الانخراط في هذا العالم الثقافي الجديد الذي يتشكل في فرنسا قبل أن يعود إلى مصر عام 1934 ليستقر فيها بعد إتمام دراسته. هو جورج حنين اتولد سنة 1914، لما أندري بريتون كتب أول مانيفستو للسريالية كانت سنة 1924، وده كان فقط 10 سنين بعد ما حنين يتولد. فحنين فعلياً ما عاصرش الحركة السريالية الأولى اللي هي كان بريتون بيبنيها من سنة 24 لغاية سنة 34، لحظة عودة جورج حنين إلى القاهرة. أنا أدكوفير السرياليزم لتكست لمانيفست دي بريتون أتخافير دي ست دكوفير كيل سو dirige André Breton, je crois, en 1936. Il lui écrit son première lettre. Et ça, c'est le commencement de cette amitié entre Breton et Georges Hénin. يصبح جورج حنين رسمياً جزءاً من الحركة السريالية العالمية بمجرد إرساله ذلك الخطاب الأول لأندريا بريتون ورد الأخير عليه، لينشأ على الفور جسر ثقافي عابر للحدود بين القاهرة وباريس، لتصبح القاهرة ربما للمرة الأولى حاضرة في حدث ثقافي وفكري عالمي إبان حدوثه وتشكله لحظة بلحظة، تؤثر فيه ويؤثر فيها مع كل منعطف جديد. كان جواب يعني أرسله من غير ما يعرف بريتون شخصياً يعني، وكان بيقول فيه ان هو مهتم جدا بالحركه السرياليه ومهتم انه يربط بين الحركه السرياليه اللي هو عايز يخلقها في مصر وفي فرنسا. أندري بريتون رد على الجواب ده في ابريل سنه 36، وقال لحنين ان هو كمان مهتم جدا بانه يتعاون في جزء من الحركه السرياليه، وبيقول ان هو شايف جزء كبير من التشابهات بين الاوضاع في باريس وفي القاهره في الوقت نفسه. وحتى استخدم تعبير شهير قال ان هو يعتقد انه شيطان الفساد او الانحراف موجود في باريس زي ما هو موجود في القاهره.
Il y a dans une de ses premières lettres à Georges Hénin, Breton exprime sa curiosité. Non, qu'est-ce que vous faites là en Égypte? J'aimerais bien savoir. Mais si vous créez une nouvelle, faites quelque chose de différent que chez nous, non? Trouvez une nouvelle formule, quelque chose de différent. Alors, c'était toujours aussi pour Breton. Une aventure de voir qu'est-ce qui se passait hors de chez lui. الفترة الأولى بتاعت التعرف فترة لما كان الفرق بين حنين وبريتون تقريبا 10-15 سنة في السن يعني. فلما كان حنين عنده شاب صغير بيكتب مقالات لاذعة وعايز يعني يكتشف العالم الأدبي ويثبت نفسه واسمه وكده، واللي هو بريتون كان يعتبر وقته الأب الروحي الكبير اللي كان هيؤدي إلى أنه حنين يصبح يعني أديب جزء من حركة كبيرة عالمية هو ممكن ينتمي إليه. لم يكن لحنين، وهو الذي اعتاد الوجود في أوروبا لسنوات وسنوات، أن يكتفي بهذا التواجد البريدي للحركة السريالية المصرية التي يقوم بإنشائها، ولكنه يسعى إلى تواجد أكبر وحضور أكثر تأثيراً. لما أعجب جورج حنين بأندري بريتون قرر أن يعرفه شخصياً، هو لوحده كده. فعمل إيه؟ الأول عرف عنوانه، سأل على عنوان بيته، فرايح على بيت أندري بريتون وفي الشقة اللي ساكن فيها وخبط على الباب، فلقي واحد بيفتح، لقي نفسه قدام أندري بريتون. شاف الشخص ده في ظرف عائلي حميم، وإن هو الشخص ده كان ملخوم في 60 حاجة، لأنه كان بياخد باله من بنته وكان في مشاكل مع زوجته. ثم انتقلوا من هذا الظرف إلى القهوة وقعدوا سوا مع الجروب اللي كان أندري بريتون بيقعد معاه. كبير القعدة كان أندري بريتون نفسه. يصبح ذلك المقهى الذي اعتاد بريتون وأصدقاؤه من السرياليين ومنهم حنين بالطبع واحداً من الأماكن الأيقونية الخاصة بالثقافة الفرنسية، فيصير قبلة للزائرين لفرنسا كواحد من معالمها الثقافية المميزة حتى اليوم. بعد أن أصبحت الجماعة السريالية بكل أفرادها المؤسسين ظلاً من الماضي، لما تعرف جورج حنين على أندري بريتون بابا السريالية وجد عنده ضالته، فغرف منهم وغرف من عالمه وغرف من حركته اللي فيها تمثيلات لدول عالم مختلفة ومختلفة، يعني إيه؟ يعني إبداعات مختلفة أيضا، ولكنها في إطار مسار واحد أو مجرى واحد. بداية العلاقة بدأت ودية، ولكن بدأت كمان نوعا ما علاقة بين تلميذ ومعلم. استمرت بالشكل ده من سنة 36 لسنة 39، أثناء أولاً كتابات من حنين إلى بريتون ومن بريتون إلى حنين في الجوابات يعني، وكمان أثناء مقابلاتهم الشخصية في الكافيهات اللي كان بريتون بيقعد عليها مع شلة السرياليين. حصل علاقة مش عايز أقول إنها متساوية، لأنه طبعاً كان مركز التأثير الأكبر هو من عند أندري بريتون، إنما لابد أن نؤكد على إنه جورج حنين لم يقلد أحداً، هو استفاد تقدر تقول عاطفيا، استفاد معنويا، استفاد فكريا، استفاد سياسيا، استفاد إعلاميا إذا جاز التعبير، إنما لم يتأثر إبداعيا بأي أحد آخر. مبدع على حدة، لا يشبه أحدا ولا أحدا يشبهه، حتى أي سريالي كبير من أي دولة في العالم، وعلى رأسهم أندري بريتون. Ils échangeaient aussi les textes, non? Il y a une lettre
où Inna, par exemple, il écrit à André Breton, « Ah, aujourd'hui, j'ai reçu Amour fou », Amour fou qui est aussi un texte fondamental d'André Breton. « Ah, je vais prendre un verre d'alcool ce soir et allumer une bougie et lire Amour fou ». Et non, ça, pour moi, ça va être le moment fondamental. Alors là, il y avait un échange entre textes. Inna a toujours dit, dites-moi vraiment votre opinion. Votre opinion est très chère à moi. يواجه كل من بريتون وحنين صعوبة أكبر في تبادل الكتابات والآراء، ناهيك عن اللقاء المباشر مع قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939، ليدخل العالم مرحلة جديدة ربما ستكون أكثر إظلاماً وأشد بأساً من سابقتها أثناء الحرب العالمية الأولى. أعتقد الحرب العالمية الثانية كانت مرحلة ثانية مهمة جدا وجذرية في تطور العلاقة، إنه العلاقة استمرت خاصة عن طريق جوابات ما بين حنين وبروتون، وتحديدا لما أندري بروتون اشترك في مجلة سريالية في نيويورك اسمها في في في، كان حنين أرسل حاجات تتنشر في المجلة دي وكان شايف إنها مجلة سريالية مهمة، وكانت من أكثر الحاجات الكويسة اللي طلعت من وجود الحركة السريالية في أمريكا أثناء الحرب. ولكن برضو مع البعد ومع عدم القدرة على المقابلة الشخصية وطبعا مع الصعوبات الموجودة في إرسال البريد أثناء الحرب، يعني العلاقة نوعا ما كانتش قوية في الوقت ده، أو ممكن نتصور يعني أنه كان في بعد ما نشأ بالمقارنة بالمروح والمجاي اللي كان موجود من 36 إلى 39. يستغل حنين وأصدقاؤه من السرياليين المصريين والمتمصرين فترة الحرب في إنشاء جماعة الفن والحرية، تلك الجماعة السريالية التي سيكون لظهورها ولنشاطاتها دوي كبير في الحياة الثقافية والفنية المصرية، خاصة طوال فترة الحرب. Hénin, après, il est le père de ce mouvement Art et Liberté, qui était le mouvement du surréalisme égyptien, justement, qui est né au début de l'année 1939. Et c'est très intéressant parce qu'il y a aussi toute une connexion globale autour de ça. Breton, il fait un voyage au Mexique dans l'année 1938. Et en décembre de cette année, il y a une rencontre Trotsky, Léon Trotsky, André Breton et Diego Rivera, qui est un artiste mexicain. Et il publie une déclaration pour un art révolutionnaire indépendant. Et c'était aussi contre le fascisme et contre l'expression libre artistique. Et c'est justement en janvier que le groupe égyptien se met en accord, non, avec cette déclaration, et le mouvement Art et Liberté se fonde. Ils font 5 expositions entre 1940 et 1945. عنوان الفن والحرية أخدوه مستوحى من بيان اللي طلعه أندري بريتون مع تروتسكي، البيان المشترك اللي طلع نحو فن حر مستقل أو نحو فن ثوري مستقل، استوحوا منه العنوان بتاع اسم الجماعة بتاعتهم الفن والحرية اللي تأسست في أواخر 1939. هم عملوا 5 معارض جماعية من 40 ل 45. في ناس كتبوا يتريقوا عليهم في الصحافة لأن مثلوا تحدي صارخ على الفكر المستقر اللي كان موجود في مصر وقتها. ينطفئ آتون الحرب العالمية في أواخر عام 1944،
ذلك الخراب المعمم الذي يسيطر على مناطق شتى في الكرة الأرضية يزيد من إحساس الفنانين والأدباء بلا معقولية العالم، مما يزيد بالتبعية الحركة السريالية في العالم انتشاراً واشتعالاً. يفكر بريتون في إنشاء سكرتارية عالمية للسريالية تعرف بالكوز، ومن سوف يكون عضواً في تلك السكرتارية العالمية سوى المصري جورج حنين؟ أندري بريتون تحت دفع الشباب السريالي قرر يخلق مكتب نوعاً ما عشان يحاول يسيطر على ازدهار الحركة السريالية العالمية، مش بس في باريس ولكن في أماكن كتيرة تانية في العالم، من ضمنها في لندن، في بوكارست، في القاهرة إلى آخره. غرض بريتون من خلق السكرتارية دي يسيطر على كل الحركات السريالية الشابة اللي كانت بتظهر بشكل شوية عشوائي بعد الحرب العالمية التانية، لأنه بريتون كان شايف نفسه هو الرئيس الكبير اللي هيدير الحاجة دي كلها من فوق. ولكن بالعكس جورج حنين مثلاً وناس تانية ضمن الحركة السريالية اللي انفصلوا فيما بعد كانوا شايفين أنه ظهور حركة سريالية عالمية بجد في أماكن كتيرة مختلفة من العالم كانت فرصة كبيرة للسريالية أنها تتطور وتقدم خطاب ما يكونش متمركز فقط جوه باريس. لما بريتون خرق السكرتارية دي خلى أنري باستورو جزء من السكرتارية بصفته شخص مرتبط بالحركات الشيوعية بشكل مباشر، خلى جورج حنين بصفته شخص مرتبط بالسريالية العالمية، وخلى سران ألكسندريان اللي كان وقتها عنده 19-20 سنة بصفته ممثل نوعا ما إلى السرياليين الشباب تحديدا. يعني je dirais même les premières années après la guerre entre 46 et 47, il y a encore une relation assez chaleureuse, non? Et je crois la manière de Breton d'après-guerre de tomber dans un provincialisme, bon, peut-être d'exclure aussi le groupe égyptien, mais je crois que chez Hénin, la déception était surtout cette déception que vous mettez là dans votre petit querelle, dans votre production médiocre, dans votre publication n'importe quoi. Je crois qu'il dit ça, non, dans son dernière lettre à Breton. يستهل جورج حنين رسالته الأخيرة لبريتون في 26 يوليو من عام 1948، وهي الرسالة التي يعلن فيها انفصاله عن الجماعة السريالية بهذا الشكل: أكتب هذه السطور بلا مرح وبلا غم. قرار ترك جماعة لمن لم يفقد احترامه لها والتي ارتبطت أنت على مدى 12 عاماً بأنشطتها المشتركة ليس من القرارات التي تؤخذ بقلب مسرور. بهذا القلب المكسور يترك حنين الجماعة السريالية ويقطع كل صلة له مع بريتون الذي كان الصديق وربما الأستاذ كذلك لأعوام كثيرة، لكنه يأخذ ذلك القرار الصعب بمنتهى القوة. Je ne sais pas si Breton a répondu à cette lettre de Hénin, non, de cette lettre d'adieu, non. Je ne sais rien dire là-dessus, mais je crois qu'il a vraiment perdu quelque chose. يتوفى أندريا بريتون في سبتمبر من عام 1966 بعد 18 عاما من رسالة الوداع تلك التي كتبها حنين لبريتون دون أن يتبادل الصديقان أي رسائل أخرى ودون أن يجمعهما لقاء جديد، وكأنهما بقرار واع ومشترك قررا محو تلك العلاقة تماما من حياتهما. صحيح أنه لم يتحدث أيهما للآخر ثانية، لكن كان لحنين حديث أخير يكشف فيه عما ظل واقراً في القلب رغم انتهاء الصداقة. حنين كان وصل لمرحلة أنه هو تجاوز بريتون، وأظن ده ظاهر جداً في المقال النعي اللي كتبه جورج حنين سنة 68 لأندري بريتون، اللي هي فعلياً الحاجة الوحيدة اللي كتبها عن أندري بريتون
بعد لحظة الانفصال بينهم، يعني انه ظاهر تماما فكرة انه حنين بيحن نوعا ما للمرحلة دي، ولكن في نفس الوقت فاهم كويس انه دي مرحلة مش اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ومش اللي العالم محتاج لها، وعمره ما رجع في النقد الرئيسي اللي قدمه لبريتون في الوقت ده. واعتقد ده جزء من فكرة انه جورج حنين نفسه بقى متجاوز أندري بريتون، هو النقد بقى فضل قائم ولكن الامتنان فضل قائم. Thank you.